نحن عم نقدم عروض وهدايا وجوائز لكل الزوار اللي عم يجوا يشرفونا للمهرجان. بمناسبة العيد عم نقدم خصم لل 70% عم يصلوا مع كل قطعة عم نقدم هدية. نحن هدفنا من المشاركة بالمهرجان تقديم المنتج من المنتج إلى المستهلك بأخفض الأسعار. عندنا برازة، عندنا مشكل، غريبة، عجوة، حلويات عربية مشكلة من كل شيء. عم نعمل كل قطعتين معهم قطع مجانا مشان العيد. يعني مثل ما بتعرفوا اليوم جايين على أيام عيد، نحن مقدمين اليوم البوظة، مثل ما بتعرفي اليوم في ضيافة بدها تتقدم بالعيد، فنحن اليوم عم نقدم الرولات العربي يلي بتجي برش مع القشطة، بالإضافة لرولات الحب، بالإضافة للكاسات العربية. يعني اليوم وقت عم ينزل الزوار على المهرجان عم تنزل عائلة كاملة، فوقت بدها تنزل بالعيد نحن عم نقدم عروض لكل كاسة، كاسة مجانا لإلهم. مناسبة العيد والمعرض اللي مساوينه والعروض اللي مساوينها منزلين عنا حلويات المن والسلوى. عرض العيد حسم أكثر من 40% على كافة المنتوجات، الملابس والألعاب، الأواعي، والله اشترينا هي أغراض، منظفات، والله اشترينا كل شيء، ورخيص هون، أرخص من برا بكثير بكثير.